حبري رود الفرج المعلق 540 متر طول 66.8 متر عرض عدد 6 حارات لكل اتجاه قواعد الأبراج على عمق 45 متر أسفل قاع النيل ارتفاع الأبراج 92 متر نسبة التنفيذ حتى الآن من 85-90% هانت واللي عمل كل ده هو احنا المصريين اللي بيغيروا التاريخ مصر بتتقدم لينا مصر بتتقدم بينا